التعليم في عمان محصوراً بالمساجد والبيوت، ومقتصراً على تعليم مبادئ القراءة والكتابة وعلوم الدين واللغة. ورغم ذلك فقد خرج هذا النوع من التعليم التقليدي عدداً من العلماء شكلوا الوجدان العماني لفترة طويلة من الزمن. ولكن كيف كانت تتشكل النواة الأولى للانتقال إلى التعليم النظامي الحديث في عمان؟ والله علمتني والدتي. والدتي ما تحبني أخرج برا، تخاف علي من الأذية، تخاف علي من شيء. هي تقريبا من هذا المنوع، فكنت أقرأ عندها تود تعلمني هي، لأن هي تعرف خاتمة القرآن وتعرف بعض الـ مثل الزواد، وهذه تحفظهم من بيتنا، بيت علم يعني. هذا من زمان يعني، من زمان يعني، من دهور على إنه أهلنا كانوا أهل علم، وكانوا تلوم شان مع الحكام ومع الناس لقاء ومع. ولد الشيخ عبد القادر بن سالم الغساني في ظفار عام 1920 في بيت يعرف باسم البيت الكبير، تسكنه أسرة مكونة من أب وثلاث زوجات وستة وعشرين من الأبناء والبنات، وتلقى دروس القرآن والفقه على يد المعلم عوض بن أحمد بن رجب العجيلي. الغرفة فيها حوالي 50 تلميذ، لكن أنا أصغرهم، أنا أصغر، ومخليني على الباب. كان هو برا معلم يعني، وكان الوقت تقريبا في حوالي الساعة 11 كذا يعني، قريب الظهر. هو أنا مديت يدي إلى جانب واحد بجنبي ولد، بغيت قلم أو شيء من القبيل، لا أكثر ولا أقل. هو اعتقد على إني أنا بعبث، وأنا ماشي والله ما أعبث يعني، ودخل علي وروحه جل عملاق. أنا هكذا كبري وعنده عصا قصيرة هكذا، وياب ضرب كل واحدة تخرج هي ودمها كلها، ومن كل كثرة الألم فلت نفسي منه وانطلقت للبيت، وأنا ودمي وحياتي حتى وصلنا إلى البيت. وقلت الوالدة بيطبخ الغداء، قالت لي إيش فيك؟ إيش قرى لك؟ لا والله ضربنا المعلم، ولا عب أصير عنده ولا بشوفه ولا يشوفه، بس أنا موري هذا المعلم. أخذتني إلى الوالد، الوالد كان ينام في ذلك الوقت قيلولة، لكن ضربت الباب حتى وهزته، قام والدي وشافني على هذا الورق، قلت له أنا ما بصير. قال أنت بتصير بعد الظهر، وإذا ما تصير أنا أضعك في مخزن الحطب، وهذا مخزن الحطب فيه كل شيء من الآفات والبلية، لازم تصير. صرت العصر وحصلت شوية قد هداوة شوية، والحمد لله رب العالمين. بعد اللي وصلت مع المعلم وصرنا أصدقاء وصرنا قال وصار كأبائنا يعني، نحبه ونقدره ودائما معه، وحتى توفى إلى رحمة الله. كانت حكومة السلطان تيمور بن فيصل قد كلفت عام 1914 المعلم محمد بوذينة القادم من تونس بتأسيس مدرسة ذات مناهج حديثة وتعتمد خطة دراسية في عدد الحصص وأنواعها. كان السيد تيمور قد تولى الحكم في عمان عام 1913، أي قبل عام فقط من تأسيسه مدرسة بوذينة، وهي فترة كان فيها الاقتصاد العماني يرزح تحت تأثيرات الحرب العالمية الأولى.
فهل يعني هذا أن سلطان تيمور كان رجلا صارما وعازما على تجديد التعليم في عمان؟ كنا مجموعة من الأولاد نعبد في ميدان البيت، يعني في المقدمة من البيت، وكان أقبل السلطان تيمور على ركبة على مركبة تسمى المكراني، يعني هذا من النوع من مكران، يعني يورد من مكران الذي كانت تقريبا في تحت الدولة السعودية. فجاء معه من مخدمي واحد يحمل كيس كبير موجود بالأجزاء التعليم من القرآن، صعد إلى عند الوالد رحمة الله عليه وحيه وجلسوا معا، أعطانا مجموعة من هذه من تلك الأجزاء، وأنا أخذت الجزء واحد. أنا كنت بين الثالثة والرابعة، لكن الأخ عوض كان عندنا وكان كبير أكبر مني قد يعني تقريبا أنهى القرآن. في عام 1930 أنشأ السلطان تيمور في مسقط أول مدرسة نظامية حكومية سماها المدرسة السلطانية الأولى. تم نقل طلبة مدرسة بوذينة الذين وصل عددهم إلى 120 إلى هذه المدرسة لتكملة تعليمهم. تنازل السلطان تيمور بن فيصل عن الحكم لابنه السيد سعيد في العاشر من فبراير من عام 1932 للميلاد. بعد عام يزور السلطان سعيد بن تيمور ظفار ويمكث فيها عاما كاملا. كان الوالد أيضا يزور في كل أسبوع يزور السلطان سعيد، وكنا أنا وأعوض نرافق الوالد. في يوم الأيام قال السلطان للوالد، قال له حد معك من أولادك؟ قال له نعم عندي اثنين. جاءنا الخادم وقالنا السلطان يريدكم، طلعنا عنده. قال تعرفون شيء من التعليم؟ قلنا نعم نعرف نقرأ القرآن وأيضا نحفظ بعض الكتب، لكن هذا من النوع المحطم الكلام، لأن احنا أخذنا من حسب ما قالنا إياه المعلم. فالحمد لله سارت الأمور كما ينبغي، لكن عندما يقول السلطان سعيد حثنا على طلب العلم. لما تركنا السيد سعيد، يعني خرجنا عن السيد سعيد، يعني صممنا أنا والأخ عوض على أن نسافر إلى حضر. سافر عبد القادر رفقة أخيه عوض إلى حضرموت في إبريل من عام 1933 للدراسة هناك في المعهد الديني بسيئون، لكونها أقرب المدن العلمية إلى ظفار. سفينة سمها البدن، وبقينا من ظفار إلى الشحر. ستة عشر يوم كنا نأكل الطعام ونتقايا حالة يعني صعبة جدا جدا. وأخذنا يعني ميناء الشحر إلى حضرموت 8 أيام نمشي بالرجول إذا كانت ما في صعود، وإذا كانت في صعود نركب على الجمال. وصلنا إلى هناك وصلنا التعليم، والحمد لله بقينا هناك حوالي 6 سنوات. نحن أول اثنين جينا في وقت الحبيب محمد بن علي الحبشي.
قال الإمام الحبشي في مجموع كلامه ووصاياه: أرتأيت أن رأيت أن العلم قل والإقبال قد أقبلوا طلاب، ففكرت أن أجمع أبني لهم بيت يتكفل بسكنهم وتعليمهم وإيجاد ما يسر الله لهم من الغذاء، حتى يكون هذا الصرح وهذا الرباط مصنعا لوراث حمال القرآن والسنة. فكانت هذه الفكرة وليدة في حضرموت من نوعها. فجاءت أول المدارس عندنا للإمام أحمد بن عمر بن صمياط في شبام، وكانت كعبة للعلم ومنار. ثم تولدت مدرسة أخرى في وادي دوعا للشيخ عبد الله بن سودان وقصدوها، ثم مدرسة الإمام الحسن من صلاح البحر. ثم جاءت فكرة ثالثة وهي الرباط، وكانت على يد هذا الإمام العظيم. ومن أين اكتسب هذا الإمام؟ اكتسب هذه الفكرة لما رحل إلى مكة، وهناك كما هو معلوم أربطة موقوفة لطلاب العلم ولمن يأتي يتدرس بين أروقة الحرم. بقينا كل واحد، أنا أعطني غرفة والأخوات غرفة. بعد السنة الثانية جو الغرب، جاءوا حتى أصبحوا تقريبا هم أكثر الموجودين في سيئون من سائر يعني من سائر الجاليات أخرى، من دوعان، من الشحر، من عدن، من كل مكان. انتعشت العلوم هنا، ولهذا بنى الحبيب علي الحجري وأسس أول رباط على مستوى وادي حضرموت الرئيسي، بنى سنة 1298، فهو أول رباط أصف في وادي حضرموت الرئيسي بمناهج وبشيوخ علم على مستوى المفتين، وعلى مستوى يعني في النحو مثل شبويه، وفي الفقه مثل الشافعي. هؤلاء هم علماء الرباط، هؤلاء هم الرباط، ولهذا أقبل الناس على الرباط سواء من داخل من حضرموت أو من خارج حضرموت، حتى من الكونغو الأفريقي وصلوا إلى رباط الحب عليها هذا في سيئون، من أفريقيا، من جاوة، من عمان، عندكم كذلك لهم تعامل خاص ولهم مكانة خاصة في قلب الحبيب محمد، حتى أنهم لا يختلطون بعامة الناس ولا يختلطون بأي شخص يأتي إلى الرباط، فدروسهم معروفة وأماكنهم محدودة، وهدفهم وغايتهم التحصيل في طلب العلم الشريف. حتى أن الشيخ عبد القادر غساني يمتع الله به في إحدى لقاءاتي معه حينما سألته: كيف كنتم تعيشون في سيئون؟ قال: نسينا الدنيا ونعيش في أنس وفي بسط وفي حب وفي شغف، يتقلبون من رياض إلى رياض، ومن كتاب إلى كتاب، ومن شيخ إلى شيخ. كانت سيئون في تلك الفترة تحت حكم السلطان علي بن منصور بن غالب الكثيري، وتزامن ذلك مع تغلغل الإنجليز في اليمن إلى أن أعلنوا الحماية على القطر الحضرمي في عام 1938. هو السلطان حسين كان في سويسرا في اجتماع هناك، راح هو أخو عبد المجيد، وبعدين لما رجعوا المكلة في باخرة أشعروهم الناس يعني كل الأمور كل استثبت تقريبا كل مشت الأشياء، قالوا لو بغيت بتخرج تفضل عزيز مكرم، بغيت مكان بتروح ثاني شوف الموضوع كذا وكذا وكذا، استولوا على هذا واستولوا على هذا، ففضل إنه يروح السعودية، خلوه في المركب وراح السعودية ويا أخوه. للبلد بعد تقريبا 6 سنوات، ولكن عدنا مرغمين من الأهل، لأن الوالد كان
على وشك كان مريضا وكان في حالة من يئوس منها تقريبا. جئنا إلى ظفار وبقينا تقريبا من نصف من شعبان إلى ذا الحجة. توفى الوالد رحمة الله عليه إلى رحمة الله. كانت لحظة وفاة الأب صادمة للشاب عبد القادر الغساني. لم يكن الظرف حينها مواتيا للعودة إلى حضرموت واستكمال التعليم. كان عليه أن يعمل ويتحمل جزءا من مسؤولية العائلة، خاصة أن الحرب العالمية الثانية قد اشتعلت، فاختار تصدير النارجيل. كانت حالة يعني كانت يوميا تمر في ميناء صلالة كل يوم لا تقل عن 30 طائرة يوميا ذهابة وإياب، 30-40، حتى كان بيسوون قطار من المحطة يأخذ إلى الميناء، يعني ما قدرت السيارات تحمله وتوقف. حتى انتهى الحرب قليل وخلص. كان الناس في وضع طيب، كان الناس في الفندق، قال في البقر في الحيوانات، الحيوانات ما أصابهم شيء ولا أصاب شيء، كان الظهر ناعمة أكثر من بقية البلاد العربية الأخرى. في هذه الفترة كانت صلالة تعرف تطوراً نوعياً في مجال التعليم، إذ كان السلطان سعيد بن تيمور قد أمر في عام 1936 بإنشاء المدرسة السعيدية في صلالة على غرار المدرسة السعيدية الأولى التي أنشأها والده في مسقط قبل 6 سنوات. المدرسة كانت من غرفتين، غرفة فيها المعلمة وفرقة فيها وغرفة فيها المعلمة فيها الأولاد، كان فيها واحد اسمه إبراهيم، جابوه السلطان أظنه أرسلوه من مصر، وبعدين كان أيضا كاتب بن تيسير لأنه يعرف يقرأ ويكتب جابوه كمعلم، والشيخ حسين يافعي أيضا هذا كله من المعلم، 3-4 معلمين. بعدين السلطان أسحب بوسط الإنجليز قابله واحد معلم، هذا بايع شوت كان يوما ما كان أيضا في عدن، قدم للسلطان وضع مدرسة والسلطان استحسن الموضوع وأسند إليه عمل المدرسة. في حالة السلطان السعيد كان الأهالي يأتون بأولادهم يسجلونهم، وبعد ما يتم التسجيل بأسماء الطلاب الجدد يعني المدير المدرسة اللي هو أذكر الأستاذ حفيظ يرفعون أسماءهم للسلطان سعيد بن تيمور. السلطان سعيد بن تيمور يعني يستعرض الأسماء، فبعض الأسماء يعني تقبل وبعض الأسماء يستغنى عنها. نعم. حتى أذكر بعض الطلاب الذين يعني ما قبلوهم في المدرسة يعني يبكون أسف يعني لماذا لم يقبلوا في المدرسة. Thank you.
علي الزبير كان هو تقريبا ملازم للسلطان أي شيء، السلطان سعيد في صلالة يكون معه دائما. وأيضا حاج زبير أيضا يعني متعلم هو، وقد كان يوما ما وزير في الدولة ويحب العلم ويحب أن يكون أيضا له شأن في الدولة وهكذا. قال لي على أنك بتشتغل عند الدولة، قلت نعم بشتغل عند الدولة. وقامت القيامة كيف بيشتغل مع الحكومة؟ قلت لهم ليش حرام، لكن بيجي يوم بتقتلون على الوظيفة. فأرسل لنا السلطان أنا والأخ حفيظ، قال لنا على أن بناكم للمدرسة. دعاني السلطان أولا قالوا على أن نريك يعني في المدرسة تدرس فقه ثلاث فترات في المدرسة، ثلاث فترات يعني السبت ولا حد والاثنين بس ثلاث. قلت له زين. قال كم بغيت فلوس؟ قلت له سيدنا انت لو انت الفضل لك لي تعطي ما يخالف. قال زين. المقصود خرج الراتب سوى لي 18 ريال، قلنا خير كبير خير كبير. المقصود ان صارت الامور حتى قالوا لي لا نريدك كامل. انفتحت بطني قلت بيعطوني كثير على ثلاث سبحات على ثلاث على ثلاث على ثلاث يعني قاد 18 ريال كيف يقل. المقصود اخر شهر خرجت 30 قلنا في بركة وهكذا. طيب السلطان اخبر الاستاذ حفيظ مدير المدرسة على انه اذا له رغبة نبعثه فنحن ما نبعث. فقبلت انا ايوه لانه هذا الشيء انا اتمناه يعني انسان يعني يبعث ويزداد يعني معرفه وتعليم. فسافر يعني لانه هذيك الايام كان السلطان سعيد هو نيته بس يعني انا ادرس الزراعه في مصر ايوه. ولكن لما يعني سافرت إلى مصر درست تقريبا سنتين وأشهر. يمثل يوم 23 من يوليو من عام 1970 حدثا فارقا في التاريخ العماني، إذ يتولى السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في البلاد. الله كنت في هذاك اليوم أنا يعني متجه إلى بئر فرح وسمعت طلقات، وانعادتنا على أن السلطان يكون في المساء يعمل طلقات مسائية سووا هناك في أعلام يعني. هذا ما عرفت على أنه حدث تغيير وأن السلطان قابوس تولى الحكم الجديد. لكن هذا في هذا اليوم الثاني أنا كتبت رسالة وهني السلطان قابوس بعودته يعني لتوليه الحكم وبصيرة البلد في اتجاه آخر غير الاتجاه الأول. والحمد لله سارت الأمور إلى الآن وهي في اتجاه الحسن يعني. لم يكن المعلم عبد القادر الغساني يتوقع أن يكون هذا التغيير في نظام الحكم سيمسه شخصيا ويجعله في واجهة الصراع أمام استقطاب التلاميذ وتوسيع النطاق الجغرافي لمظلة التعليم في عمان. يعني الشيخ بريق قال لي على أنه قياس السلطان يطلب منك أن تتولى المدرسة، لأنها قال لي مدرسة يعني أنت تتولى أمور المدرسة. والله أنا لا أستطيع، أنا بحب أبقى مدرس حتى ينتهي إجازتي. قال لي شوف هذا الوقت لا يقول أنا هذا لا أحبه أو هذا ما فيه، كل الناس يعني وكل اليد واحدة للتغيير هذا، ويعني وضع الإنسان يده في يد الآخرين. أعملوا قال لنا الشيخ بريك أعملوا أينما كان، هي جيبوا معلمين يعني أينما كانوا كيف مستواهم جيبوا ومشوا. وهكذا مشينا بحسن جهدنا بقدرتنا وإمكانياتنا يعني، ولكن كانت إمكانيات فوق طاقتنا يعني. مرة حتى جاني أمر
لأن نحن نقيم في أيام الخريف أن نقيم مدرسة في وسط نحيس أيام الحرب هذا في أول الحرب هذا الناس اللي حاملين عليها كانت إذا يعني كنت في بين الأشجار ما تعلم من مثلا يعني يغتالك أو يعمل لك يعني من هذه المفجرة ما حد يدري نحن ما عندنا فرق نحن عاملين يعني يكون ما يكون. كانت حكومة السلطان قابوس تسارع الخطى لتوسيع مظلة التعليم وإيصال خدماتها إلى كل الجغرافيا العمانية، وفي ظفار تم تأسيس 14 مدرسة خلال 3 أعوام بدءا من العام 70 استقطبت 3590 تلميذا، وافتتحت في العام 74 أول مدرسة للبنات ارتدتها 650 تلميذة في عامها الأول. الهيئة التعليمية بصورة عامة أقول لك بصدق وبأمانة كانت الناس يعني عندهم هدف الناس أنهم يحققوه. هذا اللي جانا من صعيد مصر عنده تجربة ونقلها إلى عندنا هنا وطورها، حتى اللي جانا من الأردن نفس الشيء. يعني كل الأخوان اللي شاركونا في النهضة التعليمية كانوا في مستوى أكثر من ممتاز، أكثر من ممتاز حقيقة يعني، وصبورين. إحنا مرة تعرف علينا في مدينة الحق، هذا السلطان سماها مدينة الحق، جبنا كم تعرف؟ معنا 7 أطفال، وهكذا رقبوا هذه لك يتعلمون. وهذه مدينة الحق كبرت حتى الحين فيها ثانوية وفيها مجلس وفيها أشياء كثيرة مثل واحدة من المدن أكثر من نحن بعد. كان حريصا جدا على بلورة وتجسيد طموح التنمية في مجال التربية والتعليم ونشر مظلة التعليم في جميع المناطق، وأنا أعرف المناطق الجبلية التي وصل إليها التعليم من خلال الخيام ومن خلال الأدوات المتنقلة، ولم تكن في تلك الأيام لم يكن من الأمر سهلا، كان الأمر يحتاج إلى عناء، فالطرق لم تكن معبدة والوصول إلى الجبال لم يكن ميسورا إلا بالطائرات، وإقناع الناس بإرسال أبنائهم إلى المدارس كان يحتاج إلى توعية، ولكن هذا الرجل بحكمته وحب الناس له وتقديرهم له تخطى كل تلك العقبات، وكنا نشاهد المدارس تصبح منارات تبدأ بخيام ثم تتحول إلى أحيانا إلى بيوت من الصفية ثم تتحول إلى مباني ثابتة. وأنا عندما الآن أنظر إلى أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات وناس لهم شان في خدمة المجتمع في هذه المحافظة ويتبوؤون أفضل الأماكن في السلطنة، يعني وهم من تلك خريجين تلك الخيام، أقول كان ينبغي لهم أن يزوروا الشيخ عبد القادر بن سالم الغساني ويحيوه على تلك الجهود. طبعا هناك جهود كثيرة لا تنكر، لكن الرجل كان سريعا جدا في تجسيد مرئيات التنمية وطموحاتها. لكن طموح التوسع الجغرافي للتعليم الابتدائي
سيصادف عقبة فعلية أمام طموح الطلبة والطالبات في مواصلة تعليمهم. ولم يكن بالإمكان ذلك الوقت تأسيس مدارس ثانوية في ظفار. هنا يواجه الأستاذ عبد القادر الغساني تحدياً كانت الحكومة قد تهيئت لحله بطريقة لن تكون مرضية لأولياء الأمور. فكيف يمكن إرضاء الآباء والأمهات وتحقيق رغبات الأبناء دون التأثير على خطط الدولة الفتية في مجال التعليم؟ طلعوا بعض الآباء أنهم يبلغون أبناتهم إلى مسقط، فأنا شجعتهم، قلت لهم القضية يمكن أن بالإمكان على أنه فيه تعليم في مسقط أفضل من الآن، لكن القضية وما فيها قضية عليه على أنه بعض الأمهات أرادت على أن تسير مع ابنتها إلى مسقط. قلت زين إن شاء الله، يعني الإنسان في هذا الوضع، يعني وضع تعليم وضع كبير مثل الآن بيستقاتلوا على الجامعة، ما عاد بقوا جامعة الدهنة، بقوا الجامعة الصبية الذي أسسها الصبية. أول ما ذهبنا إلى الجامعة وكنا في خضم تسجيل ما تسجيل واستقرار المناهج الدراسية وما إلى ذلك، نتفاجأ في يوم من الأيام أن المشرفة السكن الداخلي تأتي للإعلان أن طالبات محافظة ظفار ينزلوا إلى قاعة الاجتماعات، ولأول مرة كان يصدر هذا الإعلان على مستوى الوحدات السكنية. فنزلنا إلى قاعة الاجتماعات ونحن طبعاً في بالنا علامات استفهام واستفسارات كثيرة حول النداء. فمع علامات الاستفهام التي بدت على وجوهنا، وإذا بشخصية الشيخ عبد القادر الغساني داخل من الباب، وبدت أساريرنا بالانفراج فرحا. كان في يعني مدة 10 سنوات على تاريخ على حكم السلطان قابوس، يعني هذه المناسبة عزت على السيد فيصل واقترح على أنه في هذه نمر على أنه إيش اللي يقرأ في السنوات الماضية، فاستدعاني وقال لي على أن احنا نريدك على أن احنا بنعمل كذا، ومن جملة الأشياء بغينا نعمل شيء في اللبان، لأن اللبان عندكم وأقدر أنتم تساعدوا. المقصود أني بقيت أعمل فيها لمدة تقريباً 7-8 أشهر وأنا وراها، ومعي مجموعة من الأخوة، مع من جملة معوض بن عيسى ومن جملة هذا، وأيضاً أنا كنت بمعامل معهم، زرت بعض المواقع، ومع الأسف أنها المواقع كلها ما نشرت، والآن بعضها موجودة عندنا. وإذا جاءت طبعة ثانية لابد أن تنشر. وزارة التراث والثقافة أقامت ندوة عن التراث العماني في مسقط في الثمانينيات،
وقد طلب منه أن يشارك في تلك الندوة ببحث عن اللبان والقيمة التاريخية له، فكتب بحثا قيما رصينا. ذلك البحث عن مهارات عالية في الكتابة والبحث العلمي والتحليل، وأصبح ذلك البحث مرجعا لكثير من الباحثين في موضوعه. وضعه السيد فيصل في الكتاب الأول، قلت فيها إيش؟ المرء في زمن الإقبال كالشجرة، والناس من حولها ما دامت الثمرة، حتى إذا غاب عنها حملها انصرفوا وخلفوها تقاسي الحر والفقرة. اشتعلت يعني أكثر من 10 دقائق تصفيق. بعد كل السنين التي قضاها في التعليم والتجربة الواسعة في أساليب التدريس وفهم الطلبة وطرق تعليمهم، كان للأستاذ عبد القادر آراء صريحة ومباشرة يقدمها لذوي الاختصاص والمسؤولين عن وضع مناهج التدريس في السلطنة. أيام الأولى كان التعليم جيد يعني، لكن عندما جاءت الأشياء الخارجية واستعانوا بها، وكان الاستعانة كانت خاصة جدا، يجب أن تكون هذه الدراسة كلية لا جزئية، يعني بالطريقة الكلية. الطريقة الكلية إنك يتبنى شيء بطريقة عامة، وهذه يعني هذه بعدين الطريقة الجزئية هي تأتي بالجزء، والجزء هو الأصح. فنحن وقفنا على هذا، أنا وعلي محسن وواحد مصري، قلنا هذا ما يجوز. ومرنا بدوا في هذاك القضية، بدأ التعليم خلال 20 سنة وصل القاع. كلنا طلقنا عن طريق الجزئية، باء تاء جيم حاء خاء زاء سياء، وهكذا انت تجمع منها سوي اللي بغيت منها، لانه ما يمكن الانسان يعني الجزء كيف يعالج الكل؟ ايش من كلام هذا؟ الجزء هو الذي يكون عليه المعتمد. واعتقد على انه ايضا جميع الجامعات اللي في مصر واللي في 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 العراق والذي كان هذا كلها ما تميل للطريقة الكلية أبدا. في أيام يعني عادني أتجول في مسقط وفي هكذا، يسألوني كيف يا أستاذ كيف؟ قالوا إيش تقول في هذا الجزئية؟ قلت لهم باطلة، كلية باطلة باطلة. قالوا الناس يقولوا هيك، الوزير يقول كذا، والله قلت له برأيه، هذا هو رأيه، أما رأي له. وكثير من هناك المعلمين كانوا يميلون للجزية يعني. يمكن فترة العشر سنوات الأخيرة كنت أكثر لصق بالوالد، طبعا عكست كثير على شخصيته، غير الشخصية الأولى اللي كانت يعني يعني أب بيربي ابنه. اختلفت المعادلة، صار بيننا زي ما تقول زي مصالح مشتركة، يعني صرت أنا يعني أدير أعماله وأدير أموره الخاصة، يعني مش الأمور المادية بس، حتى الأمور أمور أدويته، أمور اجتماعاته، أمور تواصله مع الناس، أمور كثير من هذا. طبعا تعلمت منه الدقة في المواعيد، يعني هذه أهم يعني شيء اللي أثر على حياتي. ما كنت دقيق في مواعيدي كثير، لكن الوالد يعني كثير كان يحثني على هذا الموضوع. نحن يعني تعلمنا كثير من الوالد، خاصة في هذا في هذا الجانب. الشيء الثاني العصامية، يعني عصامي جدا في حياتي، وبالتالي جعلنا نحن أيضا عصاميين. آخر سنة اللي في المرحلة الجامعية، الوالد قدم هناك مع بعض
المسؤولين في وزارة التربية والتعليم لاختيار بعض المدرسين للدراسة للتدريس في المدارس الحكومية، وكنت آتي إليه في الفندق حقيقة، وكان أيضا يعطيني النصائح لكن فيما بعد لطف بي حقيقة، وحصلت منهم على مبلغ من المال. أيضا كنا حقيقة في مسيس الحاجة للمادة، لأنه أيضا كانت الحياة شوية غالية في الأردن، وكانت أيضا ربما الرواتب كانت محدودة. ظل الأستاذ عبد القادر الغساني وفيا لخياراته. لقد رسخت مهنة التدريس في هواه مجالسة الكتاب وخدمة المجتمع، وفي رحلة حياته جمع مئات الكتب فأنشأ لها مكتبة عامة امتنانا منه للكتاب وللناس الذين قرأ عنهم فأهداهم مدخرات أحلامه. والعهد محتاج إلى رجال، يعني رجال يحبون بلدهم ويقضون فيها ما ينبغي من الخدمة.